تعد التهابات الأوعية الدموية من الأمراض الغير شائعة، عادة ما يراها الأطباء في الصحة الأولية أو أطباء الباطنية، ويتم تحويلها حق الأخصائي وهو طبيب الروماتيزم. تتشابه أعراضها مع عدة أمراض أخرى، ولذلك يجب أن يراها المختص لكي يتم تشخيصها. التهابات الأوعية الدموية التي نراها هي التهاب الأوعية الدموية الكبيرة المعروف بالتهاب الشريان ذو الخلايا العملاقة. ما هي أعراض هذا النوع من الالتهاب؟ عادة ما يتقدم المريض للطبيب بصداع. الصداع هذا يكون مميز غير عن أي صداع ثاني حس فيه المريض من قبل. عادة ما يصف المريض بأن هذا الصداع نابض، يكون متمركز في منطقة واحدة وهي منطقة الصدغ، يكون مختلف عن أي صداع ثاني حصل معه من قبل. قد تصاحب أعراض أخرى نفس الألم في أثناء المضغ أو حتى الكلام، الألم في اللسان، الألم قد يمتد إلى مرحلة ما إلى منطقة ما حول العين. كذلك ممكن أن يعاني من آلام في المفاصل ومنها الكتف والحوض. ومن أخطر التعقيدات التي تحدث مع المرضى المصابين بهذا النوع من الالتهاب هو حدوث ازدواجية بالنظر أو حدوث غشاوة في النظر أو حتى فقدان حاسة النظر. من هو المريض المعرض لهذا النوع من الالتهاب؟ عادة ما يكون المريض ما فوق عمر 50 وعادة فوق عمر 65، ولا نرى هذا النوع من الالتهاب في الأعمار الأصغر من 50 عام. تصيب النساء، قد تصيب الرجال أيضا. كيف يتم تشخيصها؟ يتقدم المريض للطبيب بهذه الأعراض، يتم عمل مجموعة من الفحوصات المخبرية، من أهمها فحص علامات الالتهاب، كذلك نحتاج لعمل بعض الفحوصات الأخرى، الأشعات، ومن أهمها السونار خصوصا في السنوات الأخيرة حيث أنه يساعد في تشخيص هذا النوع من الالتهابات. كما يجب عمل عينة من الشريان الصدغي لتأكيد هذا النوع من الالتهاب. كيف يتم علاجه؟ أهم جزء من العلاج هو استخدام الكورتيزون. عادة ما يستخدم الكورتيزون بجرعات عالية في البداية، تمتد فترة العلاج إلى تقريبا سنة إلى سنة ونص. خلال هذه الفترة قد نحتاج إلى استخدام أدوية أخرى بمساعدة الكورتيزون لتساعدنا على تنزيل أو سحب الكورتيزون بالتدريج، ومنها الأدوية البيولوجية ومن أهمها دواء توسيليزماب. رسالتي اليوم حق المرضى، إذا كنت تعاني من الصداع خصوصا إذا كنت في الفئة العمرية الأكبر، لا تتجاهل هذا العرض. لازم تفحص وتتأكد أن ما عندك سبب خطر للصداع، لأن ليس كل نوع صداع سببه بسيط، وفي أنواع من الصداع ممكن يعود سببها لالتهاب الأوعية الدموية.